تكلمنا على المحاور. اليوم كنعتقد على انها لحظه تاريخيه في تاريخ الرياضه الوطنيه وفي تاريخ الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، لاننا اليوم بصدد موضوع بالغ الاهميه يتمثل في قراءه الاستراتيجيه الوطنيه حول الرياضه، مدى تحقق فيها ومدى لم يتحقق فيها. استراتيجيه وطنيه حول الرياضه اللي الكل يعرف على انها انبثقت قبل 10 سنوات من المناظره الوطنيه حول الرياضه اللي انعقدت سنه 2008، وايضا تاسست على مخرجات وتوصيات هذه المناظره واستلهمت روحها من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة. وبالتالي كان المغاربة وكان الشأن الرياضي وكانت العائلة الرياضية الوطنية تنتظر الشيء الكثير من هذه الاستراتيجية لترفع الرهان وترفع التحدي اللي هو ضمنته الرسالة الملكية، واللي كيقول أن تكسب الرياضة الوطنية الرهانات وأن تحقق انتظارات الجماهير المغربية. أنا كان أعتقد اليوم بعد 10 سنوات وقد ألينا على أنفسنا أننا نعملوا هذه القراءة من خلال مجموعة من البحوث أكاديمية وعلمية لطلبة السنة التالية في سلك الماستر بالمعهد الملكي لتكوين أطر شبيبة والرياضة في شعبة التدبير في المجال الرياضي. ارتئينا أن تكون المقاربة مقاربة علمية ومقاربة أكاديمية حتى نخرج من ذلك الإصطلاحات الفضفاضة، وأيضا ما ينعت على أنها قراءات صحفية للمشهد الرياضي الوطني. كانت هناك قراءة علمية، وكان أعتقد على أن المحصلات كان ذاتها التي خرجنا بها كإعلاميين، وهو أن لغاية الأسف الكثير من المضامين ديال الاستراتيجية لم يتم تنزيلها بالكامل. أوجه الخصص على الخصوص تبدو في مجال الحكمة، في مجال تنزيل القانون، أيضا في مجال تكوين الأطر، أيضا في مجال التمويل، أيضا في مجال ديمقراطة الجامعات الرياضية الوطنية، لأن الكثير منها كيعيش لغاية الأسف حالة من ما غنقولش التسيب، ولكن حالة من الصراعات المشخصنة بعيدا عن روح القانون. اليوم المرحلة كنظن كتقتضي بعد القراءة النقدية لهذه الاستراتيجية، وهي استراتيجية تمت صياغتها بطريقة رائعة كيف ما قال السيد وزير الشباب والرياضة. بالعكس كانت استراتيجية قوية جدا، لأن المرتكزات ديالها قوية ومستلهمة من الواقع ومن الحقائق الرياضية الوطنية. اليوم يا إما أننا نعيد صياغة هذه الاستراتيجية لنحينها بشكل يسمح لها بأن تكون مطبقة في 10 سنوات الأخيرة، ولكن يجب أن نرفع الرهان الأول هو الامتثال لروح القانون. يجب أن تكون كل المتدخلين الرياضيين خاضعين لروح القانون، لأن القانون أساسا كينص أولا على الحكمة الجيدة، وكينص على توزيع الاختصاصات واحترام الاختصاصات بين جميع الفرقاء، ويعطي الأهمية القصوى في بناء الرياضي إلى الجانب التقني، واللي هو جانب مهمل لغاية الأسف في كثير من الجامعات. فإذا كان أعتقد على أنه نجحنا في إيصال الرسالة، وكان أعتقد على أنه الأمل كبير جدا يحدونا اليوم. نتمنى أنه ما يكونش ذات الامل الوهم اللي صدرناه للجماهير قبل 10 سنوات، يكون امل حقيقي وواقعي في ان الحركه الرياضيه الوطنيه تتطور الى الافضل، وان الاستراتيجيه هذه المره تنزل بطريقه عقلانيه وموضوعيه. طبعا دائما الرياضه الوطنيه كتبقى عند رونشوتي، واليوم انا كنعتقد على انه الشيء اللي كنسجلوه بكامل الارتياح هو ان الحكومه المغربيه اصبحت كتعتبر بان الرياضه من المرافق التي يجب هيكلتها، بمعنى أن هذا الشعور قوي أولا بأن الرياضة رافعة من رافعات التنمية، هذا ما في أدنى شك، بأن الرياضة ممكن أن تساهم في تطوير الناتج الاقتصادي الوطني، وهذا هو عنصر جيد جدا. إذن لما الحكومة كتبنا هذه المقاربة، مقاربة ديال 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 هيكلة المرفق الرياضي، فروح هذه الهيكلة هي أولا تطبيق روح القانون، هي أيضا الرفع من نسب ديال الحكمة الجيدة، هي أيضا تمثل كل الأدوات المساهمة في التصنيع الرياضي، لأننا اليوم أمام واحد الظاهرة هي اللي كتسود العالم. من دون صناعة رياضية لا يمكن أن أصنع أبطال من دون